السلام عليكم. عندنا عنوان The Glassfall Addressing، وهي أحد طرق العنونة في الإنترنت بروتوكول. تستخدم هذه الطريقة في الإنترنت بروتوكول فيرجن 4 Addresses. قام بإعداد التقرير محمد قاسم علي جواد، إشراف الأستاذ الدكتور أحمد ستار الحسيني، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، جامعة واسط، لمادة Internet Architecture and Protocol. الـ Outline Introduction Class for Addressing. Introduction: الاي بي بروتوكول، الاي بي ذا ادريسز او الانترنت ادريسز، عناوين الانترنت. يتكون الاي بي فيرجن، الاي بي فيرجن 4 من 32 بت، الادريس مالته 32 بت. انكويلي اند انفيرجلي ديفاين ذا كونكشن اوف ا هوست اور راوتر الانترنت. يقول هنا يكون فريد وعالمي يعرف الاتصال الهوست او النوت او الراوتر ده تو ذا انترنت. طبعا هنا يكون فريد، يعني بما معنى انه عندما يحدد اي بي معين لنود معين فلا يمكن استخدام هذا الاي بي لنود اخر. هذا ما معناه يكون فريد وعالمي، اي يكون مشاء ان يستطيع اي احد من العالم ان يصل اليه. الادرس سبيسز، فضاء مساحة العنوان. يقول هنا total number of addresses used by the TROP protocol، يعني يقول مجموع أعداد العناوين تستخدم بواسطة البروتوكول. أي راح إن شاء الله توضحتنا من خلال شرح لهذا التقرير. والـ IP version 4 يستخدم 32 بت من العنوان، والـ address spaces مساحة العنوان نطلعها من خلال معادلة معينة وهي 2 أس N. الآن عندنا البت 2، يعني 2 أس البت. البت تجد المستخدمة عندي 32 بت، 2 أس 32 راح يطلع رقم كلش كبير اللي هو 4. حسن إن شاء الله نشوفه. هنا عندنا ملاحظة يقول IP address 32 بت، والاي بي ادريسز اللي هي عناوين الاي بي تكون انكيو فريدة. وضحنا شنو فريدة. نارول قاعدة، اذا البروتوكول if a protocol uses n bit to define an address، إذا البروتوكول يستخدم N من البت لتعريف العنوان، العنوان فضاء العنوان أو مساحة العنوان 2 أس N، N إحنا البت كنا، because each bit can have two different values. هنا يقول السبب ليش نستخدم هاي الاثنين أس N، لأنه قد يكون البت شكليا يعني إما صفر أو واحد. يعني شنو سنجي إلى the note، هاي ملاحظة the address space مساحة العنوان تكون 2 أس 32، يعني 4,294,000,000 مساحة العناوين اللي تستخدم عندي بالاي بي فيرجن 4. هنا راح نوضح شنو الباينري
السيستم الباينري الثنائي والعشري، نظام العشري والثنائي وكيف التحويل بينهما، كيفية التحويل بينهما. هذا الباينري سيستم، نظام الثنائي، راح يتكون عندي من الصفر والواحد كما في هاي الأرقام اللي هي متكونة من الصفر والواحد. هذا طبعا الصفر والواحد اللي يستخدمها الكمبيوتر. هاي الصفر والواحد هسه نعرف شلون راح نحولهم. هنا منطينا فد مثال على هنا العشري، النظام العشري، وهنا النظام الثنائي. مثال يقول change the following IP addresses from binary to decimal. منطيني هنا بهذا المثال أرقام باينري ويريدني أحولها إلى الديسيمال إلى العشري. عندنا طريقة سهلة جدا وبسيطة اللي هي هاي الطريقة. تجي أنت الواحد تكتب واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين أربعة ثمانية ستة عشر اثنين وثلاثين 64 128. عندنا مثال هذا الرقم، نجي نكتب طبعا من ينطينا هنا بهاي الطريقة. طبعا في هذه الطريقة اللي هاي الطريقة اللي راح نستخدمها فقط في هذا المجال، اكو طرق اخرى اكثر موسوعية من هاي الطريقة. تجينا هنا 8 بتات من الباينري، نجي نكتب 1 2 4 8 16 32 64 128. نجي نجمع شكو رقم بالديسيمال بالعشري هنا، اذا كان واحد قباله واحد هذا قباله واحد، 128 قباله واحد، 64 قبالها واحد، 32 لا مو واحد صفر. نجي نجمع شكو شي قبالها واحد من الواحد للمية وثمانية وعشرين، لأن واحد اثنين أربعة ثمانية ستة عشر وإلى آخره. نجي نجمع 128 قبالها واحد 64 وثمانية وأربعة، يطلع عندنا رقم 20. يعني هذا الرقم هذا الرقم حولته الى الديسيمال طلع عندي طبعا مو 20 204، لانه انا عندي نقص الاربعة، طلع عندي 128 زائد 64 زائد 8 زائد 4. بهاي الطريقة نقدر نحول من الديسيمال من الباينري الى الديسيمال. طبعا هنا نفس الطريقة هنا محاول، لكن ما اشعر فقط من الإجابة. بهاي الطريقة نقدر نحول من الباينري إلى الديسيمال. إكزامبل ثاني نفس ذاك الإكزامبل، لكن هذا شنو منطيني ديسيمال، منطيني ديسيمال. نعم هنا منطيني في هذا الإكزامبل ديسيمال احولها الى باينري بنفس الطريقة، نستخدم نفس الطريقة، نستخدم نفس الطريقة. راح نجي هنا الهاي، راح نجي منطيني هذا الرقم بالباينري او 48، 48 منطيني اياها بالباينري. الثمانية واربعين اجي اكتب واحد اثنين اربعة ثمانية ستة عشر اثنين وثلاثين اربعة وستين مية وثمانية وعشرين. اجي هنا من جايتني ال ثمانية واربعين، الثمانية واربعين جايتني من اثنين وثلاثين بستة عشر. فاذا اجي المية وثمانية شكو الأرقام اللي راح أجمعهن أكتب واحد واحد قبالها،
والأرقام اللي ما راح أجمعها من هذا إن الواحد والاثنين والأربعة ما أكتب إقبالهن واحد أكتب صفر، فعندي الاثنين وثلاثين والستعش إن هنا ينطني الناتج 48، راح أكتب إقبالهن واحد واحد والباقي صفرين، فإذا النتيجة هاي صفر صفر واحد واحد صفر 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 صفر، هاي النتيجة بنفس طريقة التحويل. هاي الطريقة من الديسيمال للباينري ومن الباينري للديسيمال. هنا بهذا المثال يقول لك فايند ايرور، فايند ايرور اذا الاي بي ادرس هذا، يقول لي المشكلة او الاشكال في هذا الاي بي ادرس. الاي بي ادرس بتكون عندي من اربع اوكتتات، لكن الشيء الغريب عندي اللي هو هنا 0.45، هنا بدي بالديسيمال ما موجود هذا الشيء هو استخدم 0.45. يو يقول لي الإجابة there are no leading zeros in the decimal، ما موجود عندي، ما استخدم بالديسيمال zero قبل، يعني قبل الأرقام مو بعد الأرقام، قبل الأرقام. الاكزامبل التالي اللي هو find the error following IP address. هنا المشكلة وين بال IP address مالت المنطينية، مو اربع اوكتات، يعني هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اذا يقول لي we may not have more than four number in IP address، يقول لي ما يتعدى الاربع اوكتات، الأربعة لازم يكون عندي أربعة مو خمسة. إذا الإشكال هنا عندي خمسة، الآي بي أدرس مالتي خمسة. هنا هذا نفس الطريقة. وعندنا هذا المثال find the error in the following IP. هنا الآي بي أدرس في هذا العنوان مستخدم الباينري ومستخدم الديسيمال، وهذا ما يصير، ما يسمح بـ not allowed، باينري والديسيمال not allowed. هسه نجي للكلاس فول ادريسينج. الكلاس فول ادريسينج يقسم الى الـ IP address space is divided into 5 classes، يقسم إلى خمس كلاسات. كلاس A، كلاس B، كلاس C، كلاس D، كلاس E. هسه نجي لكلاس A. الكلاس A اللي هو 32 بت، مثل ما قلنا الـ IP address أو الـ IP، IP Pro الـ IP يكون 32 بت. أول البت الأول يكون محجوز اللي هو للـ A، يعرف لي الكلاس هذا عن طريق نتعرف على الكلاس. أما بالكلاس B أول بتين راح ينحجزن للتعريف بكلاس B، أما كلاس C 3 بتات والكلاس D والكلاس E اللي هن 1 1 هذا 0 1 1 0 1 1 0. هذا الأوكتت الأول اللي هو عن طريق الأوكتت الأول نستطيع أن نتعرف على نوع الكلاس. عشان نجي شلون نتعرف على نوع الكلاس، يقول how can هنا في هذا الاكزامبل، في هذا المثال how can we prove that we have، يقول كيف نستطيع اثبات انه عندي هذا العدد من العناوين في الكلاس A. احنا قلنا استخدمنا
بت واحد، ايش قد بقى من 32 بت؟ 31 بت اجل 31، ارفعها 2 اس 31، 2 اس ان يطلع لي هذا. وبهذه الطريقة استطعنا اثبات انه مليارين و 147 مليون على الرقم و 483,648 عنوان، استطعنا اثبات. هنا عندي بهذا المثال يقول لي find the class of the address، جد لي هذا اي كلاس هذا من الاي والبي والسي والدي والاي. هذا اجي لاول اوكتت، هذن الاوكتات الثلاثه ما اتباعوا علي. اول اوكتت قلنا صفر يحجز له صفر في اول بيت اللي هو الصفر، فاذا الاي يا هو اللي يحجز لي صفر اللي هو الاي. يقول لي the first bit is zero, this is class A address. هذا اللي class A. find the class of the address، يا هو اللي يحجز لي 110110 هذا class C. يقول لي the first bit R1 and third bit 0 هذا class C. هسه نجي مين يبدي الكلاس A وين ينتهي، مين يبدي وين ينتهي الكلاس B وكلاس C وكلاس D و E و A. الكلاس A يبدي عندي من الزيرو او من الوان، قلنا الزيرو راح يحجز للتعريف بكلاس B، من الوان للمية وسبعة وعشرين. طبعا هذا في اول اوكتت، اول نجي نتباوع الاول اوكتت او الاول جزء، اول جزء بالاي بي ادريس. يبدي الكلاس اي يبدي لي من الواحد الى المية وسبعة وعشرين، الكلاس بي من المية وثمانية وعشرين للمية وواحد وتسعين، والكلاس سي من 192 ل 223، وكلاس دي من 224 ل 239. وانا عدنا 255 255 255 255، يعني من الصفر ل 255 سكند او ال 2 اوكتت وال 3 اوكتت وال 4 اوكتت. طبعا الاوكتت اللي هو يكون 8 بت، وال 8 بت نعرف انه 8 بت بايت واحد، وال 8 بت واحد اوكتت. هاي ملاحظة. نجي يقول لنا بهذا المثال find the class of the address، نجي لهذا العنوان IP address. IP address نجي نتنوع لأول جزء أول اوكتت، نعيد نشوف متكون ال IP address من 4 اوكتت، هذا الاوكتت الاول وهذا الاوكتت الثاني وهذا الاوكتت الثالث وهذا الاوكتت الرابع. هنا عندنا ما يهمنا في الاوكتت الاول، الاوكتت الاول هذا 227، يا اوكتت عندي يبدي لي يا كلاس يبدي لي او يكون ضمن. طبعا عندي فيرست نايجل الحل اللي هو كلاس دي، انا طبعا ما راح نتطرق له بشكل مفصل لانه الكلاس دي والكلاس اي يستخدم للاغراض العلميه، راح نتعامل فقط بالاي والبي والسي. يقول لي فيرست بايت، عندي اول بايت اول اوكتت 227، من ال 224 239 اللي هو الدي، نطاق الدي من 224 239 227 بينهن، فإذا هو كلاس دي. نعم بنفس الطريقة في هذا المثال find the class of the address IP address 193، أجي أتنوع الأول أوكتت، أول أوكتت
193، 193 بين من وبين من يقعان؟ يقع بين 192 و223. هذا يا كلاس اللي يقع بين 192 و223 اللي هو كلاس. هنا الأحجام النتورك كلاس فول نتورك سايز كلاس دي قلنا أنه يعني أول أوكتل الكلاس أي النتورك اي دي يكون في اول اوكتت وباقي الاوكتت 3 للهوست او للنود، استخدمها للنود واول اوكتت استخدمها للنتورك للشبكة. قلنا انه اول 8 بت، طبعا 8 بت هذا 8 بت هذا 8 بت هذا 8 بت وهذا 8 بت. قلنا اول بت يحجز، راح يحجز للكلاس اللي معرفة نوع الكلاس او للكلاس نفسه، والباقيات اللي هن 7 2 اس 7 108 يطلع لي هذا رقم، والبي اللي هن 16000 نتورك، والسي اللي هي 2 و 21 تقريبا 2 مليون 2 مليون نتورك، وهنا نمبر هوست اللي مستخدمه الهوست المستخدمه بالشبكة او النود اللي راح لكل شبكة، طبعا لكل شبكة 2 و 24. قلنا انه اول اوكتات للنتورك، الاوكتات الباقي بالكلاس اي الثلاثة للهوست، يعني 2 و طبعا 3 اوكتات 8 و 8 و 8 24 2 و 24 16 مليون تقريبا 16 مليون هوست او 16 مليون نوت. والكلاس بي بنفس الطريقه. هسه عندنا النتورك اي دي والهوست اي دي. يقول هنا بالاي بي ادريس، انا اي بي ادريس بالكلاس اي وبي وسي يقسم الى قسمين النتورك اي دي والهوست اي دي. اما الدي والاي كلاس دي وكلاس الاي ما يقسمن الى هذا التقسيم نتورك اي دي والهوست اي دي. نجي ناس لهذا المخطط، قلنا انه الكلاس اي اول اوكتيت من الكلاس اي يستخدم للنتورك اي دي المعرف الشبكة، وباقي الأوكتات الثلاثة هذا الأوكتات الثاني والأوكتات الثالث والأوكتات الرابع يستخدم للهوست أو لمعرفات الهوست أو النود. النود المتصل مجموعة الأجهزة، يعني النود الهوست زين أو النود. بالكلاس بي اوكتتين للنتورك اي دي لمعرفات الشبكة، هنا عندي اوكتتين، هنا قايل بايت او اوكتت نفس الشيء، والاوكتتين الباقيات للهوست اي دي. بالكلاس كلاس بي طبعا احنا تطرقنا قلنا انه الكلاس بي وكلاس سي. الكلاس سي شوفناه بالمخطط، المخطط نتورك اي دي يعني عدد الشبكات راح يكون كبير جدا بالكلاس سي، اما عدد الهوست اللي هو 256 باقي 2 و 8 عندنا الاوكتت كل اوكتت 8 بتات، ف 2 و 24 راح يطلع عندي 2 مليون 2 مليون شبكة بالكلاسي. أما أعداد ال أعداد الهوست أو أعداد ال النود تكون قليلة بالكلاسي. أما الكلاس دي والكلاس إي هاي للأغراض العلمية.
تستخدم مثلا الكلاسي للأغراض أو للأبحاث العلمية. أنا قايل لك مالتي كاست أدريس والريسيف فور فيوتشر رولز للاستخدام المستقبلي الكلاسي. هسه نجي للكلاسز والبلوكس. كل كلاس يقول هنا هذا عندنا الفرق بين الطريقة الأولى اللي هي كلاس فول و الكلاسلس انتر دومين راوتينج اللي هو هذا يستخدم عدد محدد او عدد ثابت من البلوكات اللي هو يكون حجمهم ثابت. انا يحدد لي عدد البلوكات يقول اللي هو يقع في الجزء الاول اللي هو النتورك اي دي، وكل بلوك يمثل هنا يقول the network of a block يقع في network ID و each كل بلوك كل حجم للبلوك يعتمد depends on the host ID. بس نجي للثاني class A ينقسم إلى 128 بلوك، عندنا من الواحد ل 128 بلوك من الصفر يبدي او من الواحد للمئة وسبعة وعشرين، وانا قايل مئة احنا ليش قل مئة وثمانية وعشرين بلوك، مئة واثنان وعشرين، مئتين وخمسة وخمسين، مئتين وخمسة وخمسين. يقول لك كل each بلوك contain 16 مليون عنوان. كل بلوك من الصفر للمئة وسبعة وعشرين يحتوي عنوان للنتورك، فإذا يقول too large than the needs for of almost all organization. يعني يقول هذا يمثل هذا العدد من العناوين يعني يكون يعني أكثر من متطلبات المنظمات في أعداد الأدريسز في أعداد العناوين. In each block في كل بلوك the first address يسمونه network address عنوان الشبكة. يعني هذا عندي يقصد هذا اللي مطوخ بأحمر، وهذا يسمونه Network Address عنوان الانترنت أو عنوان الشبكة. عنوان الشبكة هنا يعرف يقول Identify the Network of Organization، يعني يعرف من خلال المول هوست من خلال الشركة المؤسسات. هنا هذا تطبيق عملي أو تطبيق يعني قريب من العملي، هذا المخطط قريب من العملي. مثل الكلاس A خذ لي العنوان اللي هو 73 000 هذا النتورك ID، هذا قلنا احنا نتورك ID من الزيرو، هذا special block. ليش special block؟ لأنه هنا لأي حاجة زي إله يعرف عن طريق هذا البيت متعرف على الكلاس. أما نجي من الواحد للمية وسبعة وعشرين هذا عندي راح هنا ينطي عناوين network ID هاي بشكل عملي هاي، وعندي هذا الراوتر هذا النتورك هاي النتورك وهاي النتورك. يقول نوت ملاحظة نوت millions of class A addresses are wasted تفقد. زين يقول ملاحظة جدا مهمة، وهذا السبب الرئيسي اللي خلالي الـ IP4 يستنفد فضاءات الـ IP4 الـ IP version 4
تستنفذ، لأنه الكثير من الاي بي من الادريسز من العناوين وستد تفقد في الكلاس اي. الكلاس بي بنفس الطريقة يبدي لي من 128، وعندي طبعا الاوكتت الاول والاوكتت الثاني يستخدمين للنتورك للشبكة اللي هو كلاس بي. each block contain 65,000 addresses. هذا يكون يقول لك بما 65 addresses عنوان larger than the need for most medium size organizations. يعني يقول أكبر، هذا يكون أكبر من الاحتياجات أو مقارنة أكبر مقارنة بالمتطلبات المؤسسات اللي هي تكون متوسطة الحجم. عندي هذا قلنا مثل ما قلنا على الملاحظة نيجي بلوك the first address اللي هو الأوكتت الأول، والأوكتت الثاني اللي هذا يسمونه network address في الكلاس بي، وهذا المخطط نفس هذاك المخطط اللي شرحناه بال بي كلاس اي. يقول نوت ملاحظه يعني كلاس بي ادريسز ار وستد القليل، مو مثل مقارنه بالكلاس بي مقارنه بكلاس A يعني يفقد أقل من العناوين، يعني ما تستغل. كلاس C اللي هو يبدي من 92 اللي هو يستخدم الأوكتت الأول والأوكتت الثاني والأوكتت الثالث يبدي لي من 192 إلى 128. 192 العفو 192 إلى 223. each block contain كل بلوك من 192 إلى 223 256 address لأن الهوست. most organizations do not want such a block. يعني يقول هذا الكثير من المؤسسات لا تستخدم كلاس سي. يعني هذا عندنا هاي الملاحظة ان each block the first address called network address اللي هنا هذا الاول is the network راح يستخدم كلاس سي، يستخدم الاوكتت الاول والاوكتت الثاني والاوكتت الثالث للنتورك. والملاحظة إذا the number of addresses in class C block is smaller than the needs of most organizations. يقول يعني أعداد العناوين بالكلاس C مقارنة باحتياجات الكثير من المؤسسات تكون صغيرة. عندنا الكلاس دي والكلاس اي منطيني عليه عند ايش كم just one block يكون one block designed صمم for multi-casting and each address used identify one multi للأغراض العلمية. الكلاس دي والكلاس اي يستخدم للأغراض العلمية. عندنا النتورك، نجينا للنتورك أدريس. قلنا أنه النتورك أدريس يكون أول أوكتت للنتورك، أول أوكتت يشير للنتورك أدريس.
والان كلاس فول ادريسنج ذا نتورك ادريس في البلوك الاول او الاوكتت الاول، اللي هو يحدد من خلال المؤسسات اللي هي ايانا، مثلا على المؤسسة اللي تحدد لي ايانا المؤسسة انترنت اساي نت نمبرز اثروتي، هاي المؤسسة اللي هي تحدد لي الاي بي مالتي او تنطيني الاي بي او تنطي لكل جهاز او لكل هوست الاي بي الخاص بي او لكل نتورك الاي بي الخاص بي، يعني الاي معناته يحدد من خلال المؤسسات خلال الاورجانيزيشن. بعد اكو يعني مؤسسات اخرى، كمان هنا بعض المثال يقول لي نعطيني النتورك ادريس، هذا الاي بي ادريس، يقول لي جد هذا باي كلاس وباي بلوك والرينج اوف ادريسز ومعدل العناوين مالته. نجي هنا لهذا العنوان، نجي نكتب هذا العنوان، هذا العنوان 14.0.0.0.0. هاي ال 14 نجي نتباوع لأول أوكتت، أول أوكتت 14، 14 بين من وبين من؟ بين الواحد وبين 127. الواحد وسبعة وعشرين يا كلاس، هذا عندنا الكلاس A يا كلاس، هذا الكلاس A من الوان للمية وسبعة وعشرين، فإذا هذا يقع في أي كلاس؟ يقع في الكلاس A، الكلاس A. قل لي جد الكلاس، لقينا الكلاس، قل ذا الكلاس، ذا كلاس از A. ليش؟ لأنه أول أوكتت بين 0 وال 127 أو بين 1 أو ال 127. النتورك اي دي قلنا انه النتورك يقع في اول اوكتت، لذلك يقول البلوك مالتي بلوك النتورك اي دي 17 عنوان الشبكه هذا، والادرس رينج، الرينج مالته اللي يستخدم بين 17.000 و 17255، هذا الرينج نقدر نقول هذا الرينج يعني ثابت بالنسبة لهذا الاي بي بين 255. هذا نفس الاكزامبل، هذا المثال، بس هذاك المثال يقول لي اذا جيفين ذا نتورك ادريس، نعطيني النتورك ادريس مالت ايش قد هذا الـ IP مالتي، فانت ذا كلاس، هذا الكلاس نجي نتباوع الى اول اوكتت، الاوكتت الاول هو 132، 132 يقع بين من وبين من؟ بين ال 128 وبين 191، اذا هو كلاس B، الى ذا كلاس از B because the first byte أو first octet أول octet من الـ IP address بين 128 191. الـ network ID عندي بالـ class B الـ octet الأول والـ octet الثاني يخصصا للـ network، لذلك قال الـ block has network ID 132.21. بالكلاس بي هنا لا، اول اوكتت فقط كما في هذا المخطط اللي من ساعه شفناه، هذا المخطط اول اوكتت للنتورك اي دي بالكلاس اي، ثاني اوكتت للهوست اي دي. بالكلاس بي لا، الاوكتتين الاوليين اللي الاوكتت الاول والاوكتت الثاني يستخدمان للنتورك اي دي،
على الأصفر والعندي الأزرق الهوست اي دي السي. لا نرجع للمثال يقول الرينج مالتي بين هذا الـ IP address إلى 132.132.21 تقريبا. يعني هسه نجي هذا نفس الطريقة. هنا الماسك عندي موضوع السبنت ماسك أو الماسك. إذا النتورك أدري النتورك أدرس قلن طانية نستطيع أن نجد obtain block and block size. على كل حال إذا انطاني الأدريسز هسه نجي لهذا first هاي ينطيني الخطوات اللي استطيع من خلالها subnet mask أو يعني أجد subnet mask. ننتقل هنا الماسك 32 بت مثل ما قلنا لأنه الاي بي فيرجن 4 فيرست ادرس في البلوك الاول للنتورك ادرس مثل ما قلنا. هسه نجي للماسك ماسكينج كونسبت. هسه نحوف شنو معنات هاي هذا المخطط. الديفولت ماسك الديفولت يعني السبنت هذا يعني ثابت الثابت مالتي اللي راح يستخدم ثابت السبنت للـ A 255.0.0.0 هذا بالشكل الباينري وهذا بالشكل الديسيمال. نعرف أن 255 من واحدات من واحدات 255 كلاس بي كلاس بي 255.255.0.0 وعندي سبنت للكلاس سي 255 الماسك مال السي 255.255.0 يقول لي بلو نوت ملاحظة the network addresses of beginning في كل بلوك. يعني يقول أنا network address يبدأ بأول بلوك بداية البلوك اللي هو يمثل network address. نستطيع يقول لي it can be found the applying نستطيع أن نطبق على الديفولت ماسك لكل يا حسن يجي نعرف شلون هاي من خلال هذا المثال. من خلال هذا المثال أعطاني هذا given the address هذا الادرس IP address هذا الاي بي ادرس اللي انطاني اياه والديفولت شريد يقول لي يريد انطيني هذا الادرس نتورك ادرس مالتي لهذا الاي بي ادرس ويريد الديفولت ماسك مالته هو منطيني نوع الكلاس فين ذا بيجينينج ادرس ينطيني شلون اطلع النتورك ادرس منطيني اي بي ومنطيني يقول لي انطيني الديفولت ماسك. لازم اعرف شيئين الشيء الاول هذا عندي الاي بي ادرس من كلاس نوع الاول اوكتت 23 بين بين الواحد بين 127 فاذا هذا كلاس هذا اثبتناه كلاس A. الديفولت مالتي الديفولت ماسك مالت كلاس A اللي هو هذا 255.0.0.0 هذا ثابت أول يعني يقول لي which means
ذات اولي ماذا يعني لهذا؟ يقول لي اول فيرس اول اوكتيت هذا الكلام، يعني يقول the network شلون طلع لي النتورك ادريس 23، النتورك ادريس طلع لي 23. عندي يعني اعرف عندي ديفولت ماسك مال الكلاس، وعندي هذا الاي بي. هنا اجي ليش؟ بس احنا افتهمنا ليش أهمية التحويل بين 23 إلى 23، أجي أحولها إلى الـ يعني إلى الـ إلى الباينري من خلال الطريقة اللي شرحناها من ساعة في نهاية هذا التقرير، أو في نهاية هذا التقرير أشرنا عنها. نجي نحول 23، أنا أحكيها بشكل مختصر لضيق الوقت. 23 أحولها إلى الباينري، وبنفس الطريقة هذا الرقم كله أحوله إلى الباينري، وأجي هنا هذا أحوله كذلك إلى الباينري. نعرف أنه 255 إلى 8 واحدات، والصفر هذا 8 أصفار، وهذا 8 أصفار، وهذا 8 أصفار. فسوى لعملية AND بين الـ IP address وبين الماسك أو السبنت ماسك. هاي شوف هذا المخطط، المخطط سوالي AND operation بين الماسك وبين الـ IP address مالتي، سوالي AND. نعرف أنه الـ AND مالتي أو operation AND 23 كلهن للأوبريشن AND، يعني ماخذينها احنا بالمراحل السابقة اللي واحد واحد فقط واحد، والباقي واحد زيرو زيرو صفر واحد زيرو، كلهن أصفار ما عدا الواحد واحد واحد. سوي لنا عملية AND طلع عندي هاي بالنتيجة. هذا الاكزامبل بنفس الطريقة. يقول نوت ملاحظة، لأن الاكزامبلات احنا ما راح اشرحها لأنه نفس الـ الاكزامبل معش اللي اخذنا طريقته، راح احكي اعادة سريعة لهذا الاكزامبل لأنه مهم جدا، استطيع من خلاله او من خلال هذا المثال أنا أحسب النتورك أدريس اللي هو مهم جدا. وعندنا ينطيني الـ IP address، هذا الـ IP address، وأني عندي حافظ الماسك مالتي أو السبنت ماسك. أجي أعرف أنه هذا الـ IP في أي كلاس يقع في الكلاس أي، من خلال أنه 23 بين الواحد وبين المية و27، هذا اي. فاذا الديفولت ماسك مالته 255 دول 0 دول 0 دول 0، اجي احول هذا الاي بي ادريس مالتي الى الباينري، احوله الى الباينري. وانا ما مفصل بالمثال، لكن انا افصل كلاميا لضيق الوقت. حول هذا للباينري، واجي احول السبنت ماسك مالتي او الديفولت ماسك الى الباينري، اسوي لهن عمليه اند اوبريشن مع اند، طلع عندي هذا الرقم او هذا الناتج اللي هو يمثل للنتورك ادريس عنوان الشبكه. نا ملاحظه يقول عندي يو ماست not apply the default mask of one class to the address belonging to another class. يعني يقول لا يجب عدم تطبيق default mask يعني لكل
الكلاس، من الكلاسات كلاس A كلاس B كلاس C، الديفولت ماسك مالتهم ثابت لهم، يعني الديفولت ماسك ما استخدم هذا الديفولت ماسك للبي، ما يجوز ما يصير، ثابت لأنه ثابت. هنا يقول سبيشال اي بي ادريسز، عناوين خاصة بالاي بي، اكو يعني عناوين خاصة او مخصصة لأغراض معينة. هذا يقول هذا الملاحظات، هذا الملاحظات يوز تيرنيل باي فيريوس نتورك بروتوكول، لأن يستخدمه للأغراض الداخلية أو أحسن أو شنو. must not be used for host network addressing، لا يستخدمون أو لا تستخدم هذه العناوين الخاصة بال host network addressing، بعنوانة network وال host. نجي الاي بي الأول اللي هو 0.0.0.0، هذا الديفولت gateway، يعني قيمة ديفولت، قيمة قياسية، ما تستخدم عندي هاي في الهوست نتورك، ما عندي شيء 0.0.0. هذا الثاني اللي هو loop back network، هذا الاي بي اي بي ادريس، هذا العنوان يستخدم لعملية او لاغراض معرفة الخلل في الشبكة او في اجزاء الشبكة. هذا الاي بي. الاي بي الثاني اللي هو الدي، اللي هو هذا يكون 224.0.0.0، وعندي 240.0.0.0، لان العنوانين قلنا يستخدم للاغراض العلمية. يقول وكذلك عندي special addresses are also network address و subnet mask، وعندي يعني network address subnet mask والبودكاست address. هذه المقارنة يعني conclusion بالنهاية، مقارنة بين الطريقة اللي كانت تستخدم اللي هي الـ Classful Addressing، والطريقة الثانية اللي هي Classless Interdomain Routing. الطريقة الأولى قلنا أنه من خلال شرح أو في خلال شرح هذا التقرير أنها تستخدم عندي Fixed Size، Fixed Size للأدريسز، عناوين ثابتة للأدريسز. أما يعني طريقة الصدار لا تستخدم، ما تستخدم هذه الطريقة، إنما تستخدم لكل يعني هسه نجي يعني من خلال هاي المقارنة قد تتوضح هاي النقطة. يقول end users received addresses، يعني بعض النقاط and users received addresses from internet و ripnesses، وهذا اني منظمات، يعني يقول المستخدمون يستلمون العناوين من الانترنت، اللي هي منظمة انترنت، هاي المنظمة اللي هي انشأت عام مركز معلومات الشبكة انترنت، مسؤول عن عمليات تخصيص اسماء المجال، نظام اسماء المجالات وخدمات التدريب، مؤسسة، من خلال هاي المؤسسة ينطيني عناوين الكلاسفول ادريسنج والريبنسس، هاي المؤسسة الثانية. ريفنسس نقدر نبحث عليها بالجوجل، ما اعرف شنو على ريفنسس،
قول هذا السجل الإنترنت، هاي المؤسسة الإقليمي لأوروبا وغرب آسيا والاتحاد السوفيتي، والمؤسسة الثالثة كذلك هاي المؤسسة الأوتنيك، سجل عنوان الإنترنت الإقليمي، يعني هاي اللي يتحدد لي الآي بيات أو عناوين الآي بيات اللي يتحدد لي إياها أذن المنظمات. أما بالصدار عندي طريقة الصدار، اليوزر ريسيف ادريسز من الاي اس بي نت من خلال هاي المنظمة، هاي المنظمة يعني الاي اس بي نت مزود خدمة الانترنت او موفر العملاء امكانية الوصول الى شبكة الانترنت وباقي النقاط الاخرى. هذا عندي في نهاية التقرير بعض الاكسرسايز او بعض الاسئلة، وشكرا جزيلا.